طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بوريك على طول، لأن ما بعطيك الأساسيات طبعا، بوريك على طول من الموضوع. يعني مثلا هذا أوبجكت، خلينا نرجع زي ما كان. أول حاجة عشان تسوي الشيب هذا، أنا سويت هذا الشيب من المخروط اللي هو هذا. ما علينا، أنا عندي مشاكل في الماك ما يدري ايش فيه. تاخذ الشيب هذاك تسوي هذا الشيب مثلا، أو أي شيب ثاني تبغاه أنت. بعدين تروح من assign new material، بتلاقي هو هذا رام شيدر. بس بعدين بيطلع لك هنا بس نقطة واحدة، تروح تضغط نقطة ثانية أنت، شوف زي كذا يطلع لك لون، تروح تغير مثلا أخضر، إيه طلع لي لون أخضر. تقدر تسوي ألوان كثير زي ما تبغى. لو قلنا مثلا هذا، وتقدر تمسح هنا، مثلا تضغط على هذا تمسحه، تخلي لونين مثلا، تسوي زي كذا، تقوي اللون وكذا، أنت حر بعدين. بعد تخلص خلاص تكون راضي بالشكل اللي تبغاه، تروح تحت لما تلاقي حاجة اسمها سبيشال افكت. شوف تروح تقوي مثلا تخليه 300 حاجة زي كذا. بعد ما تخلص تروح تحط هايد سورس بيمسح لك الاوبجكت، بيخلي الاضاءة بس. رندر بعدك شايف الشيء موجود الأوبجكتس، بس حقها الشادوز موجودة. أو لا، مو هو شادو هذا، مو شادو هذا، بس مكان البلو. فالحين عم يخلص الرندر كله، بيكون لمبو يعرف. ما أعرف أسوي سكيب، فعشان كذا لازم تقول معي إنه خليها 80 كمان. أنا شايف هنا قاعد يختفي هذا، مو بس يعني زي ما تقول قاعد إنه مكان صفر. اهو شوف كيف، شايف انه في جريدينت كذا، كيف انه في لون ازرق هنا، في برتقالي هنا، وهو هذا تقريبا لون ال، انا بس ما عرفت كيف اقلب الجريدينت. يعني تقريبا اذا بحث بس بتلاقي المفروض الجريدينت ايش، انه يكون طرفه اللي مؤخرة النهر تكون برتقالية، وطرفه الراس يكون ازرق. فاذا لقيت انت توتوريال شيء ينفعك بهذا الشيء بيكون احسن، هذا بيكون واقعي للنار وبس. والباقي قلت لك تلعب بالقوة حق الجلو على حسب ما تحس انه مناسب وبس. هذا هو، وشكرا.